سوريا هي رئه نابضه بالحياه وبالاكسجين، بس اجي لهون بحس حالي كاني ببيتي. انا ببيتي مش بحس حالي، وبشعر انه بس شفت هالمي وهالشجر اللي كبر بهالاربع سنوات، لانه صار لنا اربع سنوات ما جينا لهون. كفنانين بسوريا لازم تاخذوا من هالخبره الانسانيه العميقه المؤلمه وتستخدموها بالمسرح. هيدا شيء كثير مهم، يعني اللي صار بسوريا ما صار باي بلد اخر، واللي عم يصير هلا بلبنان كمان ما صار مثله. يعني نحن الشباب كثير عم بيستخدموا الشيء اللي عم بيصير بلبنان، عم بيستفيدوا منه. الحرب بلبنان عم يستفيدوا منه بشكل واقعي وبشكل عبثي بشكل مجنون، بس عم يستفيدوا منه. يعني هيدي تجارب صارت ببلدينا، ما ممكن ان شاء الله ما تصير مره ثانيه ولا تكرر الحرب اللي صارت على سوريا. انا بعتقد لازم تأرشفوها وتعملوا منها مسرح انساني كثير كبير لا يكرر، حقيقه لا يكرر.